بس عندي سؤال. انا نسيت هلا بس هيدي ما كنا صح. عبير نعمه سرقت اغنيه نبيل خوري. ايه خبرت كل شيء. اوكي ها هي. عبير ما فينا نشوفك اول شيء غير ما نقول لك انك كثير محلوه صراحه. ميرسي عيونك الحلوين. اول شيء انه شويك عم بهتم بحالي اكثر وهيك محاطه بناس حلوين كمان هن هيك طاقتهم بتخليني اصير بركي انضوائي اكثر. النجاح بحلي كمان، يعني عاده بيقولوا الحب بحلي، هلا ما رح فوت بقصص الحب والغرام، بدي اقول لك النجاح بحلي لانك باخر فتره قدمت اغنيات كثير حلوه. اخرهم بصراحه اللي باللهجه اللبنانيه واللي تخطت ال 6,400,000 مشاهده على يوتيوب. بصراحه رح حبه بدون حدود. انا كثير حبيت بصراحه، خصوصي هي كانت ثاني تعاون مع نبيل خوري من بعد بلا ما انحسب. وقبل بصراحه عبير طرحت اغنيه باللهجه المصريه بعنوان اعمل ناسيني، لليوم حققت اكثر من 4,400,000 مشاهده. اعمل ناسيني يا تعبني معاك. انا بغني مصري كثير من انا وصغيره، من انا وعمري 9 سنين بغني كل ريبرتوار الطربي المصري، بس ما عندي كان ولا اغنيه مصريه لالي خاصه، فحبيت هيك انه غير وغني ليش لا، يعني هيدا فخر اكيد انه غني باللهجه المصريه. وكان التعاون مع ايهاب عبد الواحد وامير طعيمه بهالغنيه، وفينا نقول انه هالعمل بعيد عن الستايل الكلاسيكي اللي عودت جمهورها عليه. اخترتي انك تكوني واحدة من النجمات اللي بيغنوا الاشياء المصرية الكوميرشال. كوميرشال حلو يوصل لكل انسان، ما بدنا نضل بكتب التاريخ، يعني كثير حلو التراث والتاريخ والاغنيات القديمة وإلهم وقتهم، بس كمان نحن بدنا نمشي مع العصر، العصر السريع، الاغنيات يلي ما بتتخطى 3 دقايق، الالحان الحلوة، الكلام اللذيذ الحلو اللي بيوصل لكل الناس، السهل الممتع. ايه ليه لا، عم نقدم يعني، وهي اغنية مرتبة وحلوة وانا كثير حبيت. ونحن بدورنا حبينا نرجع لأغنية بصراحة لنكشف لكم إنه هالعمل بالأصل ما كان لعبير. أنا بعرف إنه هي كانت مغنية أو بده يقدمها لشاب. سوري نبيل فضحت أشياء خاصة تحت الهواء. أنا ونبيل كثير هيك بيصير بيناتنا قصص، يعني كل مرة بيكون عامل غنية بسمعني إياها بالغلط، يعني بتكون إنه اسمعي هالغنية شو حلوة. هيدي إلي هيدي يا عمي، هي لشاب لحولها. حولها. كانت هي موجهة لصبية، هو دائما بيكتب أغاني بحسهم يعني، والمواضيع بتكون كتير لها علاقة بحياته الشخصية، فسرقتها منه أخذتها منه. لا محال جروحي من محل. ولأنه النجاح صار حليف هالتعاون، نبيل وعبير رح يجتمعوا قريبا بأغنية جديدة رح تتابعوا كواليسها لاحقا عبر إيتي بالعربي. عبير عنا هيك باختصار أمتى رح نشوفها؟ الحقيقة هلأ بلشنا نحضر للغنية، المفروض يعني من هلأ لشي 2-3 شهور تحضروها، والكليب في فكرة كتير لذيذة للكليب، والغنية أنا كتير بحبها. مع نبيل خوري. مع إيه خبرت كل شيء. أوكي ها هي. مع نبيل خوري. نديم حمية. وهالتعاون بيتكرر مع نديم بعد فيديو كليب بلا ما نحس اللي حقق أكثر من 23 مليون مشاهدة وصار فايرل بالحركات الإيمائية خاصة على تيك توك. بلا ما نحس، بلا ما نحس، بلا ما نحس. انا نسيت هلا بس هيدي ما كنا صح. حبوها كثير العالم كمان على تيك توك، قالوا الاغنيه رومانسيه كلاسيك كمان. ايه كانت، بس هي بوب يعني. انا اول مره بقدم هيدا النوع باغانيه الخاصه، وهو كمان جديد شوي على المنطقه، فالتوزيع بالتوزيع تبعه باللحن بالكلام حتى بالكليب مع نديم حبيقه، كل شيء كان هيك جديد، فاخذ اكيد حقه. وأداء عبير التمثيلي وصدق إحساسها كمان أخذوا حقهم. رح نشوف عبير نعمة ممثلة. أنا مثلت على المسرح، مغرومة أنا بالمسرح، شغف كتير كبير بالنسبة لألي أنه أقدر مثل وغني بذات الوقت ومع فرقة موسيقية لايف بالدراما. بعرف شو رأيك عبالي. أنا بعد لحديت هلأ يعني ما صار شيء هيك. تتابع مسلسلات على سيرة التمثيل؟ تابع شوي مش كتير، بحضر كتير نتفليكس، بحضر قصص أكتر غربية سيريز، وبحب أفلام معينين. بحب تختاري ثمن حلو يعني مؤخرا. ايه طبعا باسل الخياط عظيم. طب خلينا نجمع الدراما بالموسيقى ونعرف اكثر تتر مسلسل حبته عبير. لو غمضتن عيني ونسيت لطلعت فيه ولحكيت يا ريتك ما جيت
تحرم عيني غفوتك، تلعب الصدفة لعبتك، يا ريت يا ريت.